ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم يوسف من قناة اوفا جيمنج. قبل اي حاجة عايزك تصلي على النبي، تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، ويا ريت تلغي الاشتراك وتشترك من جديد وفعل زر الجرس على الكل علشان الاشعارات مش بتوصل للناس. فانت يعني الغي الاشتراك واشترك من جديد وفعل زر الجرس على الكل، ويا ريت يعني يا ريت اعمل لايك وشير، يعني ده اللي انا طالبه منك، واتفرج على الفيديو للاخر. بص يا رجاله، فيديو النهارده عن تطبيق امريكي. التطبيق ده انا شرحته من فتره واشرحه تاني، مش عايز حد يكتب لي في الكومنتات انت كل شويه بتكرر الفيديوهات. يا جدعان التطبيقات دي صدقه، فيها ايه لما اشرحها مره واتنين؟ ما هو في ناس جديده في القناه، يعني برضو هم يستفادوا، انتوا فاهمين يعني؟ بس يعني انا ممكن بشرح برنامج مرتين في الشهر، طب ده عادي، مش بدل ما منزلش خالص يعني؟ ما هو في غيرك مش عارف التطبيق، انت فاهم؟ فانت لو عندك تعليق يحفزني اكتبه، مش عندك خلاص ما تكتبش. كفايه مقدمه، يلا نبدا في شرح النهارده. بصوا بقى يا اخواتي، اول حاجه كده احنا هنستخدم الفي بي ان ده، وانا هديك سيرفر يشتغل على كل الشركات اللي انا هشرحها النهارده، وبالذات على شركه اوفر تورو، تمام؟ لو انت عايز تعرف السيرفر ده، انا هسيب الحروف من اول الفيديو لغايه اخر الفيديو علشان الناس تكمل الفيديو للاخر، علشان الناس اساسا مش بتتفرج على الفيديو كامل. فانا هسيب الرقم اللي هو بتاع الفي بي ان ده، تمام؟ في الفيديو يعني، ممكن اسيب لك اول حرف في اول الفيديو، تاني حرف دلوقتي، على حسب بقى. فانت كمل الفيديو للاخر علشان تعرف الرقم، تمام؟ اول حاجة كده هنشتغل على الفي بي ان ده، تمام؟ نخرج كده، نخش على التطبيق. لازم تشغل الفي بي ان قبل ما تخش على التطبيق، تمام؟ علشان التطبيق يخش معاك وعلشان ما تاخدش بان. بص يا رجاله، اول حاجه كده اول ما تخش على التطبيق، ثواني، خش تاني اهو، لازم تشغل في بي ان. هندوس على ساين اب، هندوس هنا، هنكتب الجيميل، وهنا الباسورد، وهنا تاكيد، وهنا تاكيد الباسورد، وهندوس ساين اب، تمام؟ هندوس على باك. طبعا انا عندي ايميل، ثواني اسجل فيه وارجع لكم. بعد ما سجلت في التطبيق، بصوا يا رجاله وركزوا معايا، اول حاجه كده هندوس على التلات شرط اللي هم فوق، تمام؟ وهندوس على كلمه البروفايل اللي هي دي، هنكتب هنا الفيرست نيم، تمام؟ ادي اوفا، وتحت اوفا مثلا تاني، وهندوس سيف. لازم تعمل الحركه دي، تمام؟ بعد كده هنروح على الخانه بتاعت العروض، عندك خانه ادجيم، تمام؟ هشرح العروض بعد كده الريديم في التطبيق، تمام؟ بص يا رجاله، انت عندكوا عرض كينج اوف افالون، تمام؟ ليفل 17 ب 7200 نقطه. وعندك عرض ايه تاني؟ ننزل تحت كده، انا كل ما انزل بيطلعني. وعندك العرض ده ب 1260 نقطه، والعرض ده ب 1260 نقطه، عندك العرض ده ب 450 نقطة، تمام؟ وعندك العرض ده على فكرة سهل جدا يا جدعان، هجربه على الجيم، ولو حسب معايا هنزل فيديو، تمام؟ هنشرح العرض يعني. يعني انت عندك عروض كتير جدا في الجيم، تمام؟ نروح على اوفر تورو، عندك برضك عروض كتير. لو انا مثلا روحت على عرض ادي مثلا كينج اوف افالون، دوست عليه اهو كروم، هيوصلنا على المتجر عادي، تمام؟ لو انت عايز تعرف اسم السيرفر، فانت لازم تكمل الفيديو للاخر، يعني من اول ثانية لغاية اخر ثانية عشان تعرف الحروف، تمام؟ عندك ادي عروض اوفر تورو، تمام؟ ادي اهي دي عروض اوفر تورو. نروح على عروض اتشيكات ميديا، عندك عرض فارو ب 2400، يعني ب2.5 دولار، عندك عروض كتير جدا، كلاب فيجاس ب 13000، يعني ب 13 دولار، تمام؟ عندك عروض كتير جدا هنا، وفي اد جيم بالذات احسن. بص يا جدعان، جربوا عرض كينج اوف افالون، تمام؟ واكيد هيسمع معاك. بص انا لو دوست عليه هيحولنا على المتجر عادي على فكره، هو ده التطبيق الوحيد يعتبر اللي فيه عرض كينج اوف افالون، انا مش عارف ازاي بس قشطه اهو، زي ما انت شايف يعني مصلحة ان انت تعمل عرض كينج اوف افالون ب 7200، يعني ب 7 دولار و 7 دولار، قول 7 دولار.
بص يا جدعان، لو احنا عايزين نسحب من التطبيق ده او التطبيق ده ايه سياسته؟ بص يا جدعان، التطبيق ده بيدفع من اول يوم لغاية 30 يوم، يعني ممكن يوصلك بعد يوم، ممكن يوصلك بعد اسبوع، ممكن يوصلك بعد 10 ايام، ممكن يوصلك بعد 15 يوم، ممكن يوصلك بعد 30 يوم. فالتطبيق ده ملهوش ميعاد، عشان تبقى عارف انت هتشتغل على الفي بي ان على التطبيق ده، فانت يعني التطبيق ملوش ميعاد ان هو يدفع لك. لو انت عايز تشتغل عليه وتستنى مثلا شهر ولا حاجة او اسبوع او اسبوعين براحتك، عامل زي مونيتري كده، انت فاهم؟ ممكن يدفع لك بعد اسبوعين، اسبوع، 3 اسابيع، على حسب. تمام، هندوس على الشوب. تمام، تحمل بس وارجع لكم. طب بص يا جدعان، اسف مش شوب، هندوس على كلمة ريديم. تمام، عندك هنا باي بال وبيتكوين، وعندك بطاقة امازون وبطاقة جوجل بلاي وايتونز. تمام، والبطاقة الباية دي معرفهاش. بص يا رجالة، بالنسبة للدفع في التطبيق زي ما قلت لك، من اول يوم، يعني من يوم لشهر، فانت وحظك. تمام، طب التطبيق يا يوسف بيدفع باي بال مفعل ولا لا؟ بص يا اسطى، مفيش حاجة اسمها باي بال مفعل وغير مفعل. يعني التطبيق بيدفع مفعل ولا غير مفعل؟ بص، هو لازم الباي بال بتاعك يكون بيستقبل ويستلم، انت فاهم؟ يعني يرسل ويستقبل. تمام، ما ينفعش بقى ان هو مثلا يرسل بس او يستقبل بس كده، لازم يكون يرسل ويستقبل، انت فاهم؟ فما تجيش تقول لي البرنامج بيدفع مفعل ولا غير مفعل، انت فاهم؟ فلازم الباي بال بتاعك يرسل ويستقبل. تمام، بالنسبة للباي بال، طبعا 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 عملة البيتكوين بصراحة ما اعرفهاش، تمام، عشان ما اتعاملتش معاها قبل كده. الامازون هتحط الايميل بتاع الجيميل بتاعك، تمام، اللي هتوصلك عليه البطاقة، وعندك جوجل ستور اللي هو جوجل بلاي، يعني $10 ب 10,000 نقطة. تمام، طب بص، انت اول ما تيجي تسحب، مثلا انا دلوقتي معايا 10,000 نقطة فوق، اول ما هاجي اسحب ال 10,000 نقطة، مش هيروحوا، انت فاهم؟ يعني ال 10,000 نقطة هيفضلوا زي ما هما، بس اول ما السحب يوصلك ال 10,000 نقطة هيروحوا، انت فاهم؟ وبس كده يا رجالة، وانا هوريك دلوقتي اثبات سحب $10 باي بال علشان تصدق برضو تشتغل على التطبيق. ادي اهو يا جدعان، اثبات سحب اهو $10، تمام، من شهر يوليو، يعني بقالها كتير، بتاع حوالي 3 شهور، انت فاهم؟ فالتطبيق يا جدعان صادق ومفهوش اي حاجة، والسيرفر اللي انا قلته ده، اللي انا يعني شغال بيه دلوقتي، الحق اشتغل بيه، لانه لو اشتغل عليه ناس كتير السيرفر هيتقفل من اوفر تورو، يعني مش يعني الشركة بتاعت اوفر تورو مش هتحولك للمتجر تاني. تمام، وانا ان شاء الله هحاول كل فيديو اشرح لكم يعني سيرفر مختلف لاوفر تورو. تمام، وبس كده يا اخواتي، ده كان فيديو النهاردة. لو انت عاوزت اي حاجة او عندك مشكلة، خش كلمنا على الخاص، هسيب لك لينك الواتس ولينك الفيس تحت في الوصف، ويا ريت تعمل لايك وشير واشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. وبس كده، اشوفكم في فيديو بكرة، يلا سلام.